مرحبا. في الفترة الأخيرة كثرت الإشاعات عن خطوبة أسامة مروة، وهذا الموضوع كان ماخذ ترند في كل منصات التواصل، والسبب إنه أسامة ارتبط اسمه بمشهورة سورية اسمها شيرين، واللي بتكون أختي المشهورة نارين بيوتي. وأنا صراحة كنت أشوف كل الأخبار اللي بتحكي عن خطوبة أسامة وما أرضى أعمل مقطع عنه، لكن اليوم وبعد ما صارت القصة ترند، خصوصا إنه أسامة أعلن عن خطبته بتاريخ 11/11 واللي أكده كمان صديقه غيث مروان، أنا راح أستغل هاي الفرحة حتى أحكي بعدة نقاط. عم دخلني يعني مين اصلا يعني ما بقى مين 11/11 حاولت. في البداية المتابعين كانوا مدققين كتير في حركات أسامة وشيرين، لدرجة أنهم ربطوه فيها بطريقة غريبة جدا، وسواء لو كان الإشي صح أو كان غلط هذا مش مهم كتير، المهم هو اللي راح أحكي فيه بهذا الفيديو التوعوي. أنا أتوقع لو زوجتي ما تحب اليوتيوب يمكن ما وهل راح تتزوج شخص ما يحب اليوتيوب؟ لا، متطلب رقم يعني 1 تقريبا. أوكي، خلينا نحكي عن موضوع أسامة مروة وتصريحاته حول الزواج من يوتيوبر. بصراحة كتير شباب اليوم عندهم أفكار مشابهة، خصوصا إن الإعلام الرقمي واليوتيوب صار جزء كبير من حياتهم، وبيحبوا يلاقوا شخص عنده نفس الشغف. ففكرة إنه أسامة بده شريكة تكون يوتيوبر زيه مش غريبة كتير، هو بيحس إنه الحياة رح تكون ترند وملائمة أكتر لو كانت شريكته جزء من نفس العالم. أسامة بالنهاية يوتيوبر وشغفه كله بيتركز على إنشاء المحتوى وظهور الحياة على الشاشات، وطبيعي إنه يفضل شريكة تكون فاهمة ومقدرة لهذا المجال وبتحبه كمان. كمان فكرة إنه الشريك يكون فاهم شغلك ومشترك معك بنفس الاهتمامات بتعمل جو مريح أكتر، وبتقلل من الخلافات اللي ممكن تصير على طبيعة العمل وأوقاته الطويلة، خصوصا إنه اليوتيوبرز حياتهم شوي مجنونة وأوقاتهم مرنة. لكن لما يفكر بالشكل الواقعي يمكن يلاقي إن الشراكة الحقيقية مش بس إنه الشخص يحب نفس شغلك، لكن إنه يضيف إليك إشي جديد ويدعمك بطريقته. أفضل تكون أوفلاين لأنه العالم بيشوفوها لأول مرة مع أسامة. أسامة مروة هنا بفاجئ الجميع إنه بفضل زوجته تكون أوفلاين وما تكون معروفة، عشان لما يتزوجها يظهرها للعالم لأول مرة معه. هاي الفكرة إلها جانب لطيف وجانب ذكي كمان. لو نيجي نفكر فيها، أسامة كيوتيوبر بيعرف كيف يكون في الأضواء وكيف يستغل لحظات الإثارة ويصنع ترند. لو زوجته ما كانت من عالم السوشيال ميديا، فظهورها لأول مرة معه رح يكون حدث كبير لمتابعينه ويضيف نوع من الغموض والإثارة. يعني مين ما رح يتابع حلقة بعنوان تعرفوا على زوجتي لأول مرة؟ كمان فكرة إنه زوجته تكون أوفلاين بتعكس رغبته إنه يكون عنده جانب خاص في حياته بعيد عن الشهرة، وهذا شيء كتير من المشاهير بيفكروا فيه لأنه حياتهم كلها على الشاشة وأحياناً بيحتاج شوية خصوصية، وكأنه بده يحتفظ بجزء من حياته لنفسه، وبنفس الوقت يورجي الناس إنه الحب والعلاقات الحقيقية بتكون أقوى لما بتكون فيها خصوصية. لكن خلينا نحكي بصراحة، هالخطوة كمان ما بتبعد عن الذكاء التسويقي، لأنه لما يكون عندك جمهور بيحب التفاصيل الشخصية، هاي النوعية من المحتوى بيجيب تفاعل عالي. يعني هو حافظ على الخصوصية وجذب الجمهور في نفس الوقت. أما أنت بتعرف أنه نحن سألنا ما يقارب 20-25 شخص مين النيكست وقالوا أسامة، معناتها هن بيعرفوا شيء أنا ما بعرفه، لأنه أنا ما عندي أي معلومة أنه أنا نيكست. يعني هو كان صراحة كان شيء حلو لو كنت أنا نيكست، بس ما في أي معلومة هلأ. ولكن إذا عندكم حدا اللي يعني انت ما شاء الله اصحابك كتار، توفيق ولقد هربنا من اجل هذه اللحظه. وبرايي انه هذا الامر فيه تسليع للمراه، يعني الزوجه هنا للعرض كسلعه حتى تجيب مشاهدات، وهذا منافي للاسلام. مساله ربط المشاهير البنات بشخصيه اسامه والمشاكل والاحراجات اللي اجت من وراء هالموضوع، اول شيء ارتبط اسم اسامه باسم شيرين، وهذا الموضوع سبب لها وانه مشاكل كثيره، وبطلوا يطلعوا مع بعض بسبب هذا الشيء. وحتى اخر فيديوهات انا ملاحظه انه بطل يجيب شيرين. مواصفات فتاه الاحلام بتفكر ب شيرين كزوج. يا الله يا جماعة. يا ربي. شيرين بيوتي كتير سألوني عن الموضوع. هو عند في أكثر من اسم كتير بيتم ربط الناس أونلاين. هذا من الأسماء، شيرين من الأسماء اللي بيضل يصير في ربط فيه. أتوقع السبب اللي بيصير إنه خلينا نقول تيجي فترة بيصير ناس يصوروا مع بعض، عرفت، فيديوهات، بيصير في كيف دي إلها كونكشن. حتى هني على فكرة في رابطيني مع أختها كمان سيدرا، كمان رابطيني مع أكثر من بنت من المجال. بس كيف دي إلها كل
ربطه بتيجي من وراء اسبوع معين شغل او شيء بيكون في موجة اسبوع يعني. معين ايوه موجه شغل ايفنتين وراء بعض بصيروا الناس شو يشغلوا محقق كونان هل هي صدف هل هذه صدف لا مو صدف لا والله حطلع لايك كامل الكل بيحط لايك عرفت اوقات بحس انه هالشيء الربط اوقات ممكن ياثر على صناع المحتوى الاونلاين بس يعني بعرف اشخاص اونلاين بطلوا يصوروا مع بعض يصير بعض بسبب هالقصص عرفت لانه ممكن اوكي البنت تنزعج او الشاب ينزعج او اهل البنت ينزعجوا او اهل الشاب ينزعجوا وبعد ربط اسم اسامه بشيرين حاول اسامه ينفي هاي الاشاعه بعده تلميحات لكن هذا الشيء خلاهم يربطوه باسماء ثانيه ومن هون اليوتيوبر الاردنيه المحجبه رغد فهمه واللي طلعت بفيديو حتى تنفي هاي الاشاعه من الاخر عم بطلع علي حكي واشاعات غير صحيحه انا رغد بحالي وما في اشي من الكلام عم بطلع صح رجاء حبايبي بحبكم كثير ما طلعوا عني اشاعات وما تربطوا اسمي باي مشهور أولا موضوع العلاقات والصداقة بين الشباب والبنات خارج إطار الزواج هذا الموضوع صار يعمل جدل كبير لأنه في ناس وأنا منهم بتشوفوا تقليد للغرب وأنه جاي من الأفلام والمسلسلات الأجنبية والسوشيال ميديا يعني زمان مين كان يتخيل شاب يحكي مع بنت إلا لو كانت قريبته أو في نية للخطبة أما هلأ الدنيا تغيرت صار الكل متأثر بالثقافات اللي حوالينا والعالم صار صغير كتير بس بنفس الوقت في ناس بيقولوا أنه الصداقة بين الجنسين ممكن تكون شيء عادي طالما ما في احترام وحدود حسب التعاليم الإسلامية فالإسلام بحرص على إنه العلاقة بين الرجل والمرأة تكون ضمن ضوابط وحدود معينة وبيشجع إنه هالعلاقة تكون في إطار الزواج أو القرابة والسبب الأساسي هو حماية المجتمع من أي تصرفات ممكن تؤدي لأشياء غير مرغوبة أو مشاكل لقدام الإسلام بنظر للصداقة بين الجنسين خارج إطار الزواج على إنها ممكن تكون باب لفتنة أو مشاكل حتى لو النية كانت طيبة من هنا بنشوف إنه الدين بينصح إنه الواحد يتجنب العلاقات القريبة أو الخاصة اللي ممكن تؤدي لمشاعر أو تعلق الإسلام بحب إنه العلاقة تكون في إطار من الاحترام وما في داعي للقاءات الفردية إلا للضرورة وبحدود واضحة طبعا في مواقف وفتاوى بتختلف حسب ظروف الشخص بس القاعدة العامة في الإسلام هي إنه العلاقات بين الشباب والبنات لازم تكون في إطار رسمي وتجنب الانفتاح الزايد اللي ممكن يعمل مشاكل يعني من الآخر الدين بنصح الواحد يحافظ على الحدود ويحط بينه وبين التاني حاجز يمنع حدوث أي إشي ممكن يخليه يغلط أو ينحرج هلأ لما نحكي عن علاقات المشاهير العرب على يوتيوب يا سلام على الدراما بكونوا عاملين صداقات علنية وكل واحد بيصور مع التاني وبيعملوا تحديات وكل شوي طالعين ببث مباشر مع بعض الجمهور طبعا بيحب هالحكي وبيبلش يسأل شو القصة معقول في بينهم إشي ولا بس مجرد أصدقاء ومش حينتي الموضوع هان الجماعة هدول أغلبهم بيكونوا عاملين حساب لكل خطوة عشان يزيدوا عدد المتابعين بيكون في حكي عليهم كله طبعا عشان التفاعل والشهرة بالآخر كل حدا بيشوف الموضوع من منظوره في ناس بتشوفه عادي وفي ناس بتحبش هيك نوع من العلاقات يعني اللي بدي أحكي بموضوع أسامة سواء طلع الكلام صحيح عن ارتباطه بشيرين أو سواء طلع غير صحيح في النهاية الطرفين وصلوا للي بدهم إياه واللي هو التفاعل ثانيا خلينا نحكي إنه في السنوات الأخيرة صار كتير من المشاهير بيحبوا يعرضوا تفاصيل حياتهم الشخصية قدام المتابعين خصوصا علاقاتهم الزوجية بنشوف صور رومانسية فيديوهات عائلية ومحتوى هدف يورجي الناس كيف حياتهم الزوجية مثالية وأحيانا الهدف زيادة المتابعين أو تعزيز البراند الشخصي وموقف الإسلام من هالموضوع رح أحكي فيه بعدة نقاط واحد الحفاظ على الخصوص الإسلام بيشجع على الحفاظ على خصوصية الحياة الزوجية مش كل تفاصيل الحياة الخاصة لازم تكون متاحة للعامة فكرة إن الشخص يحتفظ ببعض الجوانب الشخصية بينه وبين شريك حياته بس بتساعد على تقوية العلاقة وبتزيد من الترابط بعيدا عن تأثيرات المجتمع 2. العين والحسد كتير ناس بيأمنوا أنه عرض الحياة الزوجية والرومانسية بشكل مبالغ فيه ممكن يجذب الحسد أو يلفت انتباه عيون مش لطيفة والإسلام بيحذر من الحسد وبيعتبر شيء ممكن يضر الشخص لو ما انتبه وهنا رح أضرب مثل بطلاق بعض المشاهير زي ريمو بربرة وخالد وصفا 3. النية الإسلام بيهتم كمان بنية الشخص لما بيشارك تفاصيل حياته إذا كانت النية فعلا لإلهام الناس أو تشجيعهم على العلاقات الطيبة فهذا بيختلف عن التفاخر أو الاستعراض لأجل زيادة الشهرة أو كسب المزيد من التفاعل فقط يعني لو الهدف نبيل وما فيش فيه إساءة أو أذى للآخرين فهنا بيكون الوضع مختلف بالتالي الإسلام ما بيحرم إنك تفرح بشريك حياتك وتعبر عن حبك إله لكن بيشجع على إنه تكون هالتعبيرات ضمن حدود معينة بتحافظ على خصوصية العلاقة وبتحميها من الحسد والمشاكل وبس والله هذا كان فيديو اليوم شاركوني رأيكم بالتعليقات شو رأيكم بهذا المقطع ومع السلامة بشوفكم بالفيديو الجاي